ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجدي ليوم الخميس 16 ديسمبر كانون الاول 2021. المناخ اليوم بناء ومرضي على جبهة العلاقة والحظ معك لإقامة روابط جديدة. انت تهدر الكثير من الوقت في امور تافهه وهذا يرهقك. ليس عليك ان تنظر بعيدا لترى سبب شعورك بالتعب. بالنسبه ليك مزاجيا، طبيعتك الاجتماعيه هتجلب لك الحظ اليوم. لا تتردد في الذهاب لعلاقه جديده. بالنسبه ليك عاطفيا، حدد اخرون نغمه حياتك العاطفية اليوم. استمع إلى نصفك الآخر، أطفالك أو عائلتك. لديك كل شيء لتكسبه. رضاك الداخلي يأتي من العطاء. بالنسبة ليك مهنيا، ستكون هناك حاجة إلى لضمان استمرارية مشروع العمل. إنه شر لابد منه. سوف ترمي لك العناية الإلهية شريان حياة غير متوقع. سيكون لديك حظ لا يصدق اليوم. بالنسبة ليك توقعات العشرية الأولى، مواليد 22 ديسمبر ل 2 يناير، ستكون شجاعا وحازما ومثابرا، لكن يمكنك المبالغة في ذلك وستجد نفسك مرهقا ومكتئبا ولن تكن النتيجة التي تريدها. ستكون أمسيتك لطيفة ومريحة في المنزل، موضع ترحيب لإعادة شحن بطاريتك والاستفادة من الجو الرائع ويسوده حياتك العاطفية. توقعات العشرية الثانية، مواليد 3 يناير ل 11 يناير، سوف يظهر ذوقك الإبداعي في أنشطتك المختلفة وسوف يناسب الجو الهادئ والمنتج مزاجك واهتماماتك، وستسعد كثيرا في وصف خططك بهدوء وإقناع الناس بجدواها. توقعات العشرية الثالثة، مواليد 12 يناير ل 20 يناير، إنه يوم رائع لحياتك العاطفية وأطفالك، ستشعر بالهدوء معهم فأنت متاح للآخرين. ستزيل الأجواء المريحة تماما انزعاج الحياة وستحصل على متعة كبيرة من اللعب، سواء كان ذلك ينطوي على تحدي الأطفال في وحدة الألعاب أو مشاهدة فيلم رومانسي في شركة جديدة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.